شابتر الكونجنكتيفا من الشباتر الكبيرة عندنا في منهج الرمد، لكن احنا ان شاء الله في الشرح بتاعنا هنحاول نبسط قدر الامكان بحيث نعرف ايه المطلوب مننا فيه وازاي نجاوب على اي سؤال بيجيلنا، وحتى اكلينيكيا لما يجيلنا عيان نعرف اهم الامراض وازاي نشخصها والديفرنشال دياجنوزز بين كل مرض والتاني. المشكلة في الشابتر ده ان الامراض تقريبا كلها شبه بعضها من حيث الاعراض، لكن دايما بيكون في عرض مميز في كل مرض، فاحنا في الغالب هيكون في زي اسطمبة كده هنثبتها على معظم الأمراض وكل مرض نزود عليه الحاجة المميزة بتاعته. أول حاجة كونجنكتيفا أو بالعربي اسمها الملتحمة، عايزين نعرف هي فين بالظبط أو مكانها ازاي، زي ما قدامنا في الصور دي. دي الكونجنكتيفا، هي عبارة عن طبقة بتغطي الجزء الأمامي من العين، لكن طبعا مش العين كلها، يعني مش بتغطي القرنية زي ما احنا شايفين، هي بتغطي البلب بتاع العين او الكورة الاي بول من قدام من بداية الجفن، وبعد كده بتنعكس فوق عشان تغطي الجفن او تبطن الجفن. يعني قدامنا هنا مثلا ديت كده القرنية، وبعدين كده رقم واحد هو الليمبس اللي هو الجنكشن ما بين الكونجنكتيفا اند كورنيا، وبعد كده رقم اتنين ديت عبارة عن البلبر كونجنكتيفا، بلب معناها الكورة، يعني يبقى ترجمتها الملتحمة الموجودة على كرة العين. وبعد كده رقم ثلاثة ملتحمة تمتد تفضل ماشية 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 توصل لعند مكان بنسميه الفورنكس، وبعد كده تتقلب بحيث تبطن الجفن من جوه. نفس الكلام هنا برضو، هنا في الملتحمة بتغطي الأماكن دي، هنا طبعا الليمبس القرنية لها تركيبة معينة، بعد كده الكونجنكتيفا لها تركيبة تانية. الكونجنكتيفا تفضل ماشية مغطية كل الأماكن دي كده، وبعد كده تيجي تتعكس تخش لجوه هنا في الفورنكس، وبعد كده تنعكس عشان تبطن الجفن. عشان نتخيلها بطريقة أحسن، طبعا ده الجروس أناتومي بتاعه هنقول بعد شوية، لكن قدامنا الصورة زي دي برضه، ديت اخدين مقطع جانبي عشان نشوف الكونجنكتيفا ماشية ازاي. ديت طبعا هنا الكورنيا اهي، وهنا طبعا دي السكليرا، ودي الكونجكتيفا بتغطيها. الكونجكتيفا هي الطبقة دي، هنلاحظ ان الكونجكتيفا بتفضل ماشية ماشية وبعدين توصل عند مكان كده زي خندق بنسميه الفورنكس اللي هو ده، بتتعكس فيه وتلف كده وتبدأ تغطي الجفن وتفضل ماشية لحد ما توصل لهنا وبتقف تغطية الجفن، يعني عند الميوكوكوتينيوس جانكشن، لان طبعا الكونجكتيف عباره عن ميوكاس ممبرين ودوت هنا عندي كوتينيوس، فبيبقى فيه هنا جانكشن ميوكوتينيوس جانكشن بتنتهي عنده الكونجكتيف. طب نرجع بقى نعرف الكلام بتاع الاناتومي بتفصيل اكتر. الكونجكتيفا بنقسمها على حسب المكان اللي هي ماشيه فيه لخمس اماكن. في عندنا البالبيبرال lining posterior surface of the lids and firmly adherent to underlying tarsus. التارسس ده طبعا هنبقى ناخده في شابتر الليد، عبارة عن يعني نعرفه مؤقتا كده، عبارة عن بليت أو ريجيد بليت موجود في الجفن بحيث يحافظ على شكل الجفن. وبعد كده عندنا الفورنيسز اللي هي إن الكونجكتيف بتتقلب عندها. وبعد كده البلبر، قلنا بلب يعني أي أو أي بولي أو بول يعني، وبالتالي بلب كونجكتيفا covering anterior portion of the globe الجزء الأمامي من الكرة بتاعة العين loosely adherent to episcular tissue and tenons capsule. طبعا tenon capsule دي طبعا طبقة موجودة مع السكليرا، بتبقى ايه هي الانسرشن بتاع الاكسترا اوكيلار ماسلز. طبعا هي يعني الفرق بين البيبرال والبلبر ان انا عندي في البلبيبرال بتبقى فيرملي ادهرنت، بينما في البلبر بتبقى لوزلي ادهرنت ما عدا المنطقه اللي حوالين الليمبس او الليمبس نفسه، يعني المنطقه دي كده بتبقى عنده فيرملي ادهرنت. يعني تفاصيل يعني يستحسن نعرفها مش اكتر، بس مش بتسال فيها في الامتحان النظري، بس ممكن نسال فيها في الشفوي. البلايكاسيميل يورينيس والكارنكل، دي طبعا حاجات يعني عبارة عن زي ايه، زي جفن تالت، او في الحيوانات بعض الحيوانات زي الطيور وهي صغيرة او الطيور بشكل عام بيكون عندها جفن تالت. البلايكاسيميل يورينيس والكارنكل دوت عبارة ده هو الجفن التالت في الانسان، لكن حصل له ايه ضمور لانه مش بيستخدم عند الانسان اوي. طبعا الرسمه دي بتوضح لنا البلاك سيميلونيرس ديليكيت فيرتيكال كريسنت شيبد كونجنكتيفال فولد اللي هي دي هنا كريسنت شيبد،
كون جاكتايفل فولد. طبعا ده شكل هلالي اهو، اللفه اللي جايه من هنا دي. انما الكارونكل سمول ريد ستراكشر ات ذا ميديال كانسس with the certain skin characteristic including fine hairs and sebaceous gland، اللي هو الجزء المرتفع ده، ده كده اللي هو الكارنكل. تمام، ده بالنسبة لل gross anatomy بتاع الكونجنكتيف. برضو عشان نتخيل الموضوع احسن، نعرف البلبيبرا من الفورنيسز من البابر كونجنكتيفا، ممكن نشوف الرسمة دي بتقسم لنا الموضوع بطريقة كويسة. طبعا هنا في دي كده، ده كده الايبول الكورنيا اهي، وهنا دوت الجفن، طبعا الجفن والجفن بس مقفولين كأن واحد مغمض عينه. ديت طبعا عندنا البلبيبرال كونجنكتيفا ماشية مبطنة الجفن، بعد كده تيجي تتعكس عند الفورنكس بنسميها الفورنسيز أو الفورنيكال كونجنكتيفا، بعد كده البلبر اللي هي على الكورة. تمام، بعد كده عندنا البلاك سيميلونيس أو الكارنكل، دوت بيبقوا موجودين في الميديال بارت أوف ذا أي، عشان كده مش هنقدر نشوفهم من السكشن ده. تمام، المينيوت اناتومي او الهيستولوجي بتاعت الكونجنكتيفا بتتكون عندي بشكل عام من ابيثيليوم وسبستانشيا بروبريا. زي سبستانشيا بروبريا يعني نقدر نعتبرها هي الفايبرس لير، لكن سميناها بالاسم ده لانها تتكون من طبقتين. يعني في معظم الطبقات احنا عارفين ان في ابيثيليوم تحته فايبرس تيشو، هنا الفايبرس تيشو كان مش فايبرس تيشو بس، ده كان فيه شويه ليمفوسايت، عشان كده سميناها سمينا قلنا ان فيها ادينويد لير، يعني بنسميها سبستانشيا بروبريا سوبرفيشال ادينويد اند ديب فايبرس. الفايبرس احنا عارفينه ما فيهوش مشكله. ادينويد لير فاين كونكتيف تيشو ريتش ان ليمفوسايت وذ نو ترو ليمفويد فوليكلز. طبعا الليمفويد فوليكلز كانت موجوده في بعض اجزاء الجسم، زي مثلا موجوده في اللارج انتستن، دي عباره عن تجمع كبير من الليمفوسايت، عشان طبعا يعني ديفنس ميكانيزم بشكل عام من غير ما نخش في تفاصيل. فهي هنا الليمفوسايت موجوده ان سمول اماونت، عشان بس عشان هي سمول اماونت ما سميناهاش ليمفويد فوليكل. وكمان الاي اساسا يعني الاناتومي بتاعها حاجات صغيره ما تستحملش ان يكون موجود فيها ليمفويد فوليكل، لكن برضو فيها شويه ليمفوسايت علشان تحميها. بالاضافه الى ابيثيليال لير 2 ل 5 لير اوف نون كيراتينايزد ستريتيفايد سكويموس ابيثيليوم، طبيعي انه نون كيراتينايزد زيه زي الكورنيا، لان لو في حاجه كيراتينايزد تبقى زيها زي الجلد، طبعا مستحيل يعني يبقى عليها طبقه زي الجلد. ده اللي عايزين نعرفه. في تفاصيل اكتر ممكن نلاقيها في بعض الكتب عن توزيعة الابيثيليوم في اجزاء الكونجكتيفا المختلفة. يعني احنا قلنا الكونجكتيفا في منها بالبر وفورنيسز و وبالبيبرال. طبعا هيقول لك ان الابيثيليوم بيختلف من طبقة تانية، يعني مثلا عندنا في البالبر كونجكتيفا بيكون عندي الابيثيليوم من 5-6 ليرز، وبيكون عندي برضو في الفورنكس لما يطلع يتقلب بتكون حوالي 2-3 ليرز، وفي التارسس كونجكتيفا او اللي هي البالبيبرال يعني بتكون 2 لير اقل حاجة، والمارجنال اللي هو عند الميوكوكوتينيوس جانكشن كده بتزيد اللايرز مره تانية. ممكن نعتبر ان اللايرز زادت عند المارجنال بسبب ان هي بدات تحول لسكن، فكان اللايرز بدات تزيد. يعني نحفظها بسرعه كده، ان اللايرز بتبقى عند البلبل 5 6 عند الكوره، بعد كده لما تخش جوه بتقل بالتدريج، توصل عند فورنكس 3، عند البلبيبرال 2، تيجي تطلع للجلد طبيعي ان الجلد طبقاته كتير، فبالتالي هي كمان طبقتها هتزيد فتبقى 5 6 زي ما كانت في الاول خالص عند البلبر. manifestations of conjunctival inflammations. طبعا العنوان ده موجود بس في الشابتر دوت، يعني مش موجود في معظم الشباتر، لان هنا الباثولوجي بتاعه الكونجنكتيفا لازم نكون متخيلين الباثولوجي شكلها ايه او هي عباره عن ايه، لان احنا هنتعرض لالفاظ كتير فلازم نكون متخيلين كل لفظ منهم. اول حاجه الايريتيشن كونجنكتيفا او الملتحمه بتاعه واحد فيها ايريتيشن او حرقه شويه، دي طبعا متخيلينها مش محتاجة حاجة. الديستشارج الكونجنكتيفا اكوردنج للديزيز اللي هيجيلها الديستشارج هيختلف، ممكن يكون سيروس ميوكويد او ممكن يكون ميوكو سيروس مع بعض. ممكن نلاحظ في الكونجنكتيفا حاجة بنسميها الكيموزس. الكيموزس عبارة عن تجمع لفلويدز في تحت الابيثيليوم، يعني اديما اوف سب ابيثيليال كونكتيف تيشو. طب في حاجة اسمها الهايبريميا conjunctival injection due to dilatation of posterior conjunctival vessels appears sweeping from fornices. طيب الهايبريميا ايه الفرق بينها وبين الكيموزس؟ الهايبريميا حصل عندي dilatation في البلاد فيسلز، وبالتالي اللون الاحمر هيزيد في الكونجنكتيفا. لما تشوف عين واحد وتبقاها محمره هو ده اللي بيكون عنده هايبريميا في الكونجنكتيفا.
الفرق بينها وبين الكيموزس ان في الكيموزس الفلويد طلع من البلاد فيسلز واتجمع وسط الكونكتيف تيشو، انما هنا لا، الفلويد لسه جوه البلاد فيسل بس اوسع، عشان كده الاحمرار زاد.